Hello, everyone. حبايب قلبي grade 3. Let's continue connect plus first term. عندنا النهاردة درس جميل وجرامر مهم جدا اللي هو present perfect tense. Present perfect tense. زمن المضارع التام. أول حاجة لازم تعرفها في present perfect tense زمن المضارع التام إزاي نكون الجملة بتاعته. تعالوا أصدقائي نقول تكوين جملة present perfect المضارع التام عامل ازاي. احنا شباب في الانجليش متعودين ان جملتنا بتبدأ بسبجكت الفاعل، والفاعل ده بيكون واحد من تسع حاجات، سبعة ضمائر واثنين اسماء. مين هما السبعة الضمائر؟ I, we, you, they, he, she, it. ادي سبعة ضمائر اسمهم ضمائر الفاعل. اثنين اسماء بقى، singular noun, plural noun، اسم مفرد اسم جمع. بس احنا هنا هنقسمهم اتنين. ازاي يعني؟ اهو يا سيدي هنقسم جروب I we you they وبلورال ناون الاسم الجمع. خلينا مثلا نحط the boys الولاد جمع اهو، وبعدين ناخد هنا he she it وسينجلر ناون اسم مفرد، نقول مثلا the girl. يبقى أول حاجة هبدأ بها الجملة واحد من كام؟ من كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. واحد من تسع حاجات، سبعة ضمائر فاعل اللي هم I, we, you, they, he, she, it، واثنين اسماء singular noun زي the girl او plural noun زي the boys. ده الفاعل اللي يبدا اي جمله في الدنيا في الانجليش. بعديها بقى محتاجين have او has كفعل مساعد. مين بياخد have؟ I, we, you, they والجمع دول بياخدوا have. he, she, it والمفرد singular noun دول بياخدوا has. بس هنا have وhas مش معناه يمتلك زي ما خدنا في connect. have وhas فعل مساعد هنا لازم يجي بعدهم ايه؟ بص بقى عشان دي اول مره ناخد. هنبدا الجمله بسبجكت زي ما قلنا، الفاعل I, we, you, they جمع، he, she, it مفرد، بعديه have او has فعل مساعد. have او has. بعديهم حاجة اسمها past participle أو PP. past participle have أو has بعديهم إيه؟ PP past participle. تعال بقى أعرفك يعني إيه past participle ده، لأن هو ده المفتاح بتاع الحل بتاعي وأكتر حاجة هنتسأل فيه. past participle ده يعني إيه؟ تعالوا أصدقائي بص معايا في الجدول ده كده. present past past participle. الافعال بتاعتنا بيكون ليها ثلاث تصريفات. اول تصريف للفعل هو ده بيكون اسمه infinitive المصدر اللي هو بدون اي اضافات، ادي visit. التصريف الثاني بيبقى اسمه past simple الماضي البسيط، حاجه حصلت في الايه؟ في الماضي وخلصت. visited ده التصريف الثاني. PP بقى المهم قوي past participle. التصريف الثالث للفعل هنا اسمه ايه؟ visited. يبقى لازم نحفظ التصريفات دي بتاعت الافعال زي اسمنا. visit visited visited هنسمعهم السيشن الجاي. try tried tried اقرا معايا. try tried tried. climb climbed 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 climbed. walk walked walked walk walked walked. eat ate eaten. بص التصريف الثالث اسمه ايه؟ eaten. eat ate eaten. حبيبي ده انت بتحفظه زي ما هو، ملوش قاعده. تحفظه زي ما هو قدامك، ملوش قاعده اقدر اقول لك عليه. take took taken take took taken
سي ص سين، سي ص سين. يبقى التصريف الثالث بتاع سي اسمه سين. ميك ميد ميد. أكد معايا كده عشان تعرف التصريف الثالث، لأن ده هنحل بسببه كل الجمل. في حاجات متشابهة بين الماضي والتصريف الثالث وحاجات لا. فيزيت التصريف الثالث بتاعها اسمه ايه؟ فيزيتد. انا مش مهم بالنسبة لي النهاردة الماضي ده، بس هيتسمى. تراي التصريف الثالث tried. climb التصريف الثالث climbed، اسمه past participle. walk past participle بتاعها walked. eat eaten. take taken. see seen. make made. ليه بقى ده مهم؟ لان انا يا سيدي لما اجي اقول لك، اما اجي اقول لك حل يا باشا، اعمل لك جملة كده واقول لك I have ولا has؟ have طبعا، يبقى I have. وبعدين اجيب لك اختيارات كده واقول لك eat eaten eat. I have eaten eat eaten eat pizza. انت سعادتك هتختار مين هنا؟ بص كده في كتابك في الجدول، عشان احنا لسه ما حفظناش التصريفات. قول لي فين الباست بارتيسيبل، ايت ولا ايتن ولا ايت؟ التصريف الثالث ايتن اسمه ايه؟ ايتن. واحنا ليه اخترنا ايتن؟ لان احنا اتفقنا لما تشوف هاف او هاز لازم بعدهم باست بارتيسيبل التصريف الثالث، يبقى اي هاف ايتن بيتزا. حلو. لما اقول لك هي هاف ولا هاز؟ هاز. برافو يا سوس. وبعدين اقول لك فيزيت ولا فيزيتس ولا فيزيتد لندن؟ على طول. ايوه برافو عليكم. فيزيتد. ليه فيزيتد؟ لازم تبقى عارف ليه بقى. عشان مين؟ هاز. لان احنا قلنا هاف وهاز لازم بعدهم بي بي التصريف الثالث. هاف او هاز في البريزنت بيرفكت المضارع التام لازم بعدهم التصريف الثالث. طيب تعالوا نتعلم بقى نعمل جمل كده. هقول ايه؟ يلا نقول انا زرت واحد سيول. حلو. انا يعني ايه؟ اي. هاف ولا هاز؟ هاف. جميل. هاف انا بقول انا زرت، يزور يعني ايه؟ فيزيت. حلو. هاف بتجيب لي مين؟ باست بارتيسيبل التصريف الثالث بتاع فيزيت اسمه ايه؟ فيزيتد. يبقى اي هاف فيزيتد سيوا اويسز. اي هاف فيزيتد سيوا اويسز. جميل. طب تعالى بقى اعلمك تعمل نيجاتيف، تعمل نفي للجملة دي، تقول انا ما زرتش سيوا اويسز. سهلة قوي قوي يا ولد ابوي. ازاي؟ شايف هاف هيبقى اسمها هافنت بس كده. هاف اسمها ايه في النفي؟ هافنت. يبقى اي هافنت visited. I haven't visited سيوا Oasis. يعني أنا لم أزر واحد سيوا. I haven't visited سيوا Oasis. في طريقة كمان للنفي غير haven't. إيه هي بقى؟ ركز فيها عشان كله هيعمل جمل دلوقتي. الطريقة الثانية إن أنت تخلي have زي ما هي، ما تحط لهاش not وتقول haven't، بس تيجي بعد هاف دي وتحط كلمة never. تحط كلمة ايه؟ never. وتقول I have never visited
سيوة اويسز، يعني انا عمري ما زرت واحد سيوة. بس خلي بالك بقى، اوعى بقى تتجنن وتروح قايل لي I haven't never visited. ما ينفعش haven't و never، الاثنين اثنين نفي في جملة. No، في حاجة اسمها نفي النفي اثبات. ما ينفعش تنفي النفي. I have never visited سيوة اويسز، يعني ما ينفعش نجيب not و never في جملة واحدة. طب تعالوا بقى أصدقائي، احنا كده عرفنا نعمل جملة وعرفنا ننفيها بشكل ايه. يلا نعمل كمان جملة، هنقول هو تسلق جبل. يتسلق جبل يعني ايه؟ climb a mountain. climb a mountain. طب يلا نقول هو تسلق جبل. سوسو اللي هتقولها لي، هو يعني ايه يا سوسو؟ he. تاخد have ولا has؟ عندنا في present perfect has. يتسلق يعني ايه؟ climb. عشان هاز نجيبه في التصريف التالت، برافو، يبقى اسمها climbed، بقت اسمها he has climbed a mountain. هي قالت لي كده الجملة هي he has climbed a mountain، يعني هو تسلق جبل. طب اعملي لي النيجاتيف بقى يا سوسو، قولي لي هو لم يتسلق جبل. الله على الجمال. بص قالت ايه بقى؟ نفت. قالت ايه؟ فاكرين هاف نفيناها بهافنت، يبقى هاز نفيها بهازنت، يبقى هي هازنت كلايمد ا ماونتن. في طريقه تانيه للنفي يا سوس؟ الله على الجمال. قالت لي هننزل هاف زي ما هي ونحط بعدها نيفر ونقول، قولوا كده هي قالت ايه يا شباب؟ He has never climbed a mountain. He has never climbed a mountain. He has never climbed a mountain. يبقى عرفنا have نفيها haven't او have never. Has نفيها hasn't او has never. ونجيب بعد have او has التصريف الثالث اللي هو البي بي، يبقى هي has never climbed a mountain. حلوة قوي. يلا بينا اعلمكم نعمل سؤال، سؤال بهاف وسؤال بهاز. سؤال هاف اسمه have you ever، احفظ بقى الكلمة دي عشان دي هتيجي في الأسئلة. كلمة ever ever قولها كده ever، ضم بقك في الاي ار ever. بتيجي فين يا ever؟ باجي في السؤال اهو. اول سؤال بناخده اسمه have you ever، يعني هل سبق لك. have you ever اكتر سؤال بيجي ده، have you ever، هل سبق لك ان انت شفت تعبان. have you ever يرى يعني ايه يشوف؟ سي. طب يبقى هنا نكتب سي. الله يا سوس، هنكتب سين. ليه بقى سين؟ شاطر يا عمر، علشان هاف او هاز لازم يجي معاهم التصريف الثالث past participle، وده اسمه سين. have you ever seen a snake، هل سبق ليك ان انت شفت تعبان؟ تروح مجاوب قايل ايه؟ yes I have لو كنت شفت، او no I haven't. يبقى have you نجاوب عليها بايه يا صديقي؟ صديقي have you ever نجاوب عليها بايه؟ yes I have او no I haven't. yes I have او no I haven't. عسل. يبقى دي have you ever، هل سبق لك. طب يلا نقول هل سبق لهم هم، يبقى have you ولا have they؟ عسل. طب يلا نقول هل سبق ليهم ان هم زاروا سيوة، واحد سيوة، يبقى هنقول have they. وكلمة مين اللي قلنا في السؤال؟ ever، هل سبق له have they ever visited، علشان have يبقى نجيب التصريف الثالث، براف. have they ever visited سيوة oasis. have they ever visited سيوة oasis.
يلا مين هيجاوب؟ احنا لما سألنا هاف يو قلنا يس اي هاف او نو اي هافنت. طب لما نسأل هاف ذي، يا سلام عليك يا سوسو يا قمر، راحت قايله لي يس وعامله المقص الجميل ده لأول كلمتين، يبقى اسمها يس ذي هاف، يس ذي هاف، او برافو يا محمد نو ذي هافنت، يبقى هاف ذي ايفر، نجاوب عليها بايه؟ يس ذي هاف او نو ذي هافنت، يس they have او no they haven't. دي السؤال بهاب. يلا نروح نسأل بمين has. has بتحب مين؟ he she it will move. طب يلا نقول هل سبق لها تبقى have she ولا has she؟ حلوة او هنقول هل سبق لها انها شافت spring، فاكرين spring اللي هو العين بتاعت المية او الينبوع، هنقول هل سبق لها ان هي شافت spring، يبقى هنقول has ايه. شاطر، has she ever، برافو انا بحب اللي مركزين دول، has she ever ايه seen، خلاص اتعودنا عليها التصريف الثالث من سي اسمه seen، has she ever seen a spring، هل سبق ليها ان هي شافت ينبوع، has she ever seen a spring، خلاص اتعودنا على الاجابات yes وم us no وم us، وهنا العرايس بتترس، يبقى نقول ايه has she ever seen a spring، تجاوب تقول yes ايه، ايوه نبدل بقى يبقى yes، برافو. فين الكراس؟ الكراس هيبقى الاول اتنين كده yes she has او برافو، yes she has او no she hasn't. يلا عشان هتعملوا لي انتوا سؤال، هتقولوا لي هل سبق له هل ان هو اكل سوشي، يبقى انا في has she قلت yes she has او no she hasn't. يلا بقى انت الشاطر كده يفكر ويقول لي هل سبق له ان هو اكل سوشي؟ اتفضل. شفت بقى هل سبق له؟ قالت لي has he ever، برافو يا سوس. كمل السؤال has he ever، يا جمالها has he ever eaten، ليه قلت eaten ما قلتش eat؟ علشان has و have بيجي معهم بي بي تصريف التالي، فعلا has he ever eaten sushi، هل سبق لي ان هو اكل سوشي، has he ever eaten pizza، هل سبق لي ان هو اكل بيتزا، has he ever eaten محشي. تمام، نجاوب نقول ايه يا اصدقاء؟ اسهل اجابة yes، وكروس جميل يقول لك yes he has او oh, no he hasn't، yes he has او oh, no he hasn't. تعالوا نعمل بقى كمان واحدة على الغير عاقل اللي هو الضمير بتاعه اسمه ايه؟ it. عملنا has he وعملنا has she، هنعمل has it، هنسأل على القطة مثلا نقول هل سبق ليها ان هي شربت لبن، يبقى has ايه؟ اتفضل يا عمر على مالك بقى عشان تجيب لي التصريف التالي، انت قلت لي has it ever، وهاز دي عايزه التصريف التالي، يشرب اسمها drink، الماضي اسمه drank، وهعرفك انا بقى التصريف التالت اسمه drunk، اسمه ايه؟ drunk. يبقى has it ever، has it ever drunk milk، has it ever drunk milk، هل سبق ليها ان هي شربت لبن، نجاوب نقول yes ايه، برافو. يلا بينا المقص الجميل، يبقى yes it has او no
it doesn't. أو نقول yes it has, no it hasn't. يا ترى سهل ولا صعب؟ إيه رأيكم؟ yes it has or no it hasn't. قلت لك أكتر حاجة هتخليك تحل بسهولة جدا حاجتين، إن أنت تبقى عارف مين بياخد has ومين بياخد have، ودول أنت عارف he she it والمفرد بياخدوا has، I we you they والجمع بياخدوا have. الحاجة التانية تحفظ البي بي past participle التصريف الثالث بتاع الأفعال. افتكر كده visited tried climbed walked eaten taken seen made ودرونك. برافو عليك. تعال لي يا صديقي افتكر معايا كلمة never بتيجي في السؤال ولا في الجملة؟ الجملة المنفية، قلنا has never و have never نعمل بيهم نفي، لكن ever بتيجي فين؟ في السؤال. have you ever seen a snake؟ هل سبق لك ان انت شفت تعبان؟ بص I have never eaten olives، عمري ما أكلت olives زيتون. شفت النيجاتيف يا شباب؟ قلنا have not أو haven't، has not أو hasn't، أو I haven't visited an oasis، ما زرتش واحد. She hasn't climbed a mountain، a mountain ما تسلقتش جبل. Have you ever، السؤال أهو، have you ever walked in the desert؟ هل سبق ليك إن أنت مشيت في الصحراء؟ Yes I have، no I haven't. دلوقتي جه وقت الحل بقى. اتفضلي يا سوسو نمبر 1. هتقولي لي I have visits visited visiting سيوا أويسس. شاطرة. ليه visited يا سوسو؟ عشان have عايزة past participle تصريف ثالث. برافو. عمر. He have having has. الله عليه، هي بتاخد has، يبقى he has climbed a mountain تسلق جبل. have you ايه يا عمو؟ have you ايه؟ have you ever اللي بتيجي في السؤال ever. have you ever، هل سبق لك seen a spring، ان انت شفت ينبوع؟ I have ايه يا عودة؟ I have never اللي بتيجي في الجملة وتبقى ناف. I have never eaten olives، عمري ما أكلت olives. يلا بينا صديقي. I هتاخد has ولا have؟ have. برافو. I have talked to حسن، أنا اتكلمت مع حسن. يلا صديقي الأكتيفيتيز اتفضل يا سوس. هنكمل بكلمات من فوق، من haven't و mountain و have و سيوة. اعملي لي انت الديالوج. رامي and سما are talking. Allah, have you ever visited Siwa؟ يا جمالك يا جمالك. have you ever visited Siwa؟ هل سبق لك ان انت زرت Siwa؟ yes I asusu. yes I have. ينفع نقول yes I haven't؟ مستحيل، بتيجي مع no. يبقى yes I have. have you climbed a mountain؟ برافو. هل تسلقت جبل؟ there هناك. Have you climbed a mountain there؟ خدوا عبي. Have you climbed a mountain there؟ هل تسلقت جبل هناك؟ No I haven't. في yes نقول yes I have، في no نقول no I haven't. جميلة يا سوسو، thank you so much. تفضل يا عمر. عمر هنا هيقول لي people have lived lives living here for thousands of years. I have يبقى عايز past participle اللي هو lived. برافو. people have lived here، الناس عاشوا هنا من آلاف السنين، for thousand years. تفضل. he has، ايوه has عايز past participle اللي هو climb. he has climbed a mountain، هو تسلق جبل. have you، خدناها 100 مرة. have you ever، هل سبق لك في السؤال ever. have you ever seen a snake، هل سبق لك ان انت شفت تعبان؟ we have seen. برافو. have عايزة تصريف ثالث. we have seen a big lake، شفنا بحيرة كبيرة.
سوسو. نمبر 5 I taken, I has taken, I have taken. يا سيدي يا سيدي I بتاخد have, قالت لي I have taken photos of the desert, التقطت صور للصحراء. She isn't, hasn't, doesn't, visited. جميل قوي. She hasn't visited Alexandria. تعالوا أعلمكم حاجة. بص هنا وركز. She isn't. ما هو في حاجة اسمها she isn't. طب ما قلناش ليه she isn't. لأن am, is, are, ing للverb. والverb هنا ما فيهوش ing, يبقى ما ينفعش مين isn't. طب doesn't. فاكرين دايما اقول لكم ان don't او doesn't بيجي بعدهم الفعل في المصدر. هل ده في المصدر؟ لا, ده التصريف الثالث. مين بقى اللي بيجي معاه التصريف الثالث؟ have او has, haven't او hasn't. جميل. he has يا عمر مين اللي بتيجي في الجمله؟ never. he has never eaten fresh dates للنفي, هو عمره ما اكل فريش ديتس بلح طازج. يلا يا محمد جدع برافو. قال لي نمبر 9 we have seen, we بتاخدها فقلنا we have seen lots of trees, شفنا اشجار كتير. they have never تصريف الثالث علشان have هي اسمها swim, swam, swum. التصريف الثالث هنا اسمه ايه؟ swam. لازم نحفظ كويس بقى. they have never swum in a river, عمرهم ما سبق ليهم ان هم سبحوا في نهر. he is, have, has climbed a tree. برافو. he بتاخد has عشان بعدها التصريف الثالث. he has climbed a tree. طب لو كانت he is كنا قلنا he is a climbing علشان is بتاخد ing, هي ما بتاخدش have اصلا. يلا يا سوس has. ايوه has, عايزه هي she it, يبقى has she ever been to an oasis. هل سبق ليها been يعني راحت ورجعت. has she ever been to an oasis, هل سبق ليها انه راحت واحه ورجعت. have they, شفت drunk اللي انا علمتها لكم اهي, تصريف التالي. برافو. اللي بتيجي في السؤال ever يبقى هنا have they ever drunk spearmint tea, هل سبق ليهم ان هم شربوا شاي بالنعناع. no he, خلي بالك no دي بتاعت النفي, مين اللي بتنفي؟ never. يبقى هنا ever دي مش هتنفع, فاضل لي never has و has never. نختار مين؟ no he, ايوه has never. جدع. never دي تيجي بعد have او has وقبل التصريف الثالث, يبقى have never او has never. يبقى he has never slept in the desert, هو عمره ما نام في الصحراء. slept دي اللي هي التصريف الثالث من sleep. طب you, هنقول has you ever ولا have you ever ولا do you ever made, التصريف الثالث, يبقى هنقول have you ever made olive oil, هل سبق لك ان انت عملت زيت زيتون. she has never, never ينفع تيجي مع yes, مستحيل never نفي تيجي مع مين. no, no she has never seen a snake, هي عمرها ما شافت سنيك تعبان. يبقى ده present perfect المضارع التام. تفضلي يا سوسو رتبي. number one نسمع يا شباب زميلتنا. have you ever, يا سلام على الجمال, have you ever made olive oil, هل سبق لك ان انت عملت زيت زيتون. have you ever made olive oil, have you ever, هل سبق لك, بيتكرر كتير قوي. have you ever made olive oil, have you ever made olive oil.
زي الفل. يلا عموري. طيب طبعا يا شباب، في حاجة مهمة، هاف الاختصار بتاعها ابوستروفي في اي، حلو. طب هاز اختصارها ايه؟ ابوستروفي اس. يبقى هنا ايف اللي هي اي هاف. ايف ايه يا عموري بقى؟ ايف ايه؟ عسل. I am never eaten olives. برافو. أنا عمري ما أكلت زيتون. I have never eaten olives. طب أنا لو حطيت لك yes و no مع الجملة دي، تقول لي yes ولا no؟ I have never eaten no، لأن never بتيجي في النفي. برافو. I have never eaten olives. I have never eaten olives. يلا بينا حم. She. برافو. She has climbed a tree. برافو عليك. هي تسلقت شجرة. She has climbed a tree. She has climbed a tree. She has climbed a tree. يبقى قلنا have you ever made olive oil? I have never eaten olives. She has climbed a tree. هنا عايزني أعمل جملة جايب لي never و eating dates، هقول انا عمري ما اكلت dates. انا اللي هي ايه؟ I. تاخد have ولا has؟ have. الله عليك. يبقى I have never eaten dates. I have never eaten dates. عادي اختصرها لو حبيت. I have never eaten dates. I have never eaten dates. طب قولي لي بقى انت يا سوس، هو دلوقتي ده ولد، فهنقول عشان هاز دي هنقول هو تسلق جبل، فهتقولي ايه؟ هي هاز. ممكن نختصرها بالايه؟ ابوستري بي اس. يبقى هي هاز كلايمد. ايوه لازم نحط بقى التصريف الثالث عشان هاز. هي هاز كلايمد ا ماونتن. برافو. هي هاز كلايمد ا ماونتن. He has climbed a mountain. طب ما واحد كده ممكن يا مستر يفتكرها he is مش he has. لا، لو كانت he is كان الفعل كان أخذ ing، كان زمانها he is climbing، لكن لما يبقى في التصريف الثالث نعرف إن دي has. He has climbed a mountain. يلا نعمل number three. مين يقولها؟ هي شربت قهوة. okay. ايوه هي تبقى شي. شي بتاخد هاز. احنا عملناها مره بالاختصار، يلا نعملها مره من غير اختصار. يبقى شي هاز درانك كوفي. درانك التصريف الثالث بتاع درينك. يبقى شي هاز درانك كوفي. هي شربت قهوه. شي هاز درانك كوفي. شي هاز درانك كوفي. يلا بقى نقول ان هو خليه يتكلم عن نفسه. هو بقى بيقول انا عمري ما زرت واحد. اتفضل وبرافو عليه. قلت ايه؟ I have never. هعمل I have بالاختصار المرة دي. I have never visited. I have never visited. كمل. Oasis. في حاجة ناقصة هنا. برافو 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 يا سوس. الاسم المفرد ما بيجيش فاضي، لازم قبله آ أو آن. Oasis تاخد آن علشان بتبدأ بفاو. I have never visited an oasis. Thank you Sajad. I have never visited an oasis. عمري ما زرت واحد. I have never visited an oasis. Copy the following sentence. هتنسخ جملة have you ever seen a snake؟ هل سبق لك ان انت شفت تعبان؟ وتحفظ بقى يا باشا الكلمات دي للمرة الجاية. The water cycle. The water cycle. دورة الماء. عليك في connect في الترم الثاني وconnect plus في first term. The water cycle. احفظ بقى معايا كويس علشان الكلمات شوية طويلة.
اقرا بقى معايا على مالك كده. كوندنسيشن، ما تلاقي كلمة طويلة قسمها لنفسك. كان دن سي شن كوندنسيشن كوندنسيشن كوندنسيشن، قولها كتير. كوندنسيشن كوندنسيشن كوندنسيشن، دي عملية التكثيف وهنشرحها في الدرس. تعالوا بقى نقول التبخر. evaporation 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 evaporation. بص بقى يا باشا، pray، قول معايا pray. c p precipitation 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 precipitation. نعرفين سي لما يبقى بعدها اي او اي او واي بننطقها الس، عشان كده قلنا هنا بريسي مش بريكي. precipitation precipitation. يبقى قلنا condensation evaporation precipitation. جميل. ground water، قلنا خبي دي شوية هنا. ground water، المياه الجوفية. ground water run off، جريان الماء. run off run off ground water run off. عندنا فوكاب هنا vapor، البخار. الاو مكسوره عمرين. vapor vapor water vapor، اللي هو بخار الماء. لما تسخن مثلا ميه تلاقي water vapor vapor. atmosphere، البي اتش فهن. atmosphere، الغلاف الجوي. atmosphere atmosphere. ما atmosphere atmosphere. هيو البرد، اوريكم ايه البرد ده. هيو هو ده اسمه البرد. لما الدنيا بتعمل سنو بتمطر جليد، ده اسمه ايه بقى؟ البرد، اللي هو هيو. هيو after it snows، بعد الدنيا ما بتمطر الجليد بقى اسمه ايه يا شباب؟ البرد. هيو هيو هيو. underground، كلمه underground يعني تحت الارض، بناخدها على بعضها كلمه واحده، مش under لوحدها وground لوحدها. underground يعني جوفي في باطن الارض. underground underground under، ضم بقك. underground rainfall، كلمة واحدة مش rain لوحدها و fall لوحدها. rainfall rainfall، سقوط المطر. rainfall flow، يتدفق. flow flow. دي كلمات الدرس، والمرة الجاية هناخده إن شاء الله. أكد عليهم سريعا معايا قبل ما تمشي. the water cycle، condensation، evaporation، precipitation، groundwater، runoff، vapor، atmosphere، hail، underground، rainfall، flow. اخلع يا. Thank you and goodbye.